مساء الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده، اهلا بيكم وحلقه يوم الخميس، الحلقه الاسبوعيه من بيت الهنا. حابه بس في البدايه اهني كل اخواتنا المسيحيين مش بس في مصر، في كل مكان، بعيد القيامه المجيد، وكمان احنا كمان داخلين على اعياد الربيع واعياد شم النسيم، فكل سنه وحضراتكم طيبين. يعني الفتره دي والايام دي احنا بنعيش اعياد كتيره قوي، فيا رب تكون اعياد كلها خير وسعاده علينا، وكمان فرصه لينا جميعا ان احنا ناخد بقى راحه وناخد بريك من ضغوطات الحياه وضغوط الشغل اللي بنقابلها، وكمان ضغوط الاحداث اللي بتحصل حوالينا. فكل سنه وحضراتكم طيبين. هنطلع لفاصل ونرجع عشان نبدا معاكم حلقتنا. لا 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 الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، ماني ماني ايه ده، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل. مرحبا بكم مشاهدينا مرة تانية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم عن موضوع يمكن أثر علينا جميعا ويمكن زاد وتفاقم في الفترة الأخيرة، وهي الأزمة الاقتصادية اللي بتعاني منها مصر. يمكن الأزمة دي أصبحت بتأثر علينا وبشكل يومي كمان، هنتكلم معاكم فيها النهاردة مع ضيوفنا عن أسبابها إيه وعن إيه تداعياتها وكمان إيه الآثار اللي بترتب عليها. كمان هيكون هنتكلم النهاردة معاكم برضو فقرتنا التانية، هتكون فقرة خفيفة شوية، هنتكلم فيها معاكم عن الأكسسوارز وأحدث موضة بالنسبة ل 2013. دي الفقرات اللي هتكون معانا النهارده. هنطلع لتقرير هنتكلم فيه معاكم، هتشوفوا فيه معانا عن البطاله، وتقرير عن الحد الادنى للاجور وتحقيق العداله الاجتماعيه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. إن حل الأزمة الحالية التي نعيش فيها المجتمع المصري تتلخص في كلمة تحقيق العدالة الاجتماعية. كلمة السر في الاستقرار داخل البلد حاليا يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة أوجه. على سبيل المثال، تحقيق الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للدخول. الحاجة التانية برضو إن إحنا ممكن نحقق العدالة الاجتماعية وتحقيق البند اللي بتاع الحد الأدنى والحد الأقصى عن طريق توفير المبالغ اللازمة والتي يمكن توفيرها عن طريق ضم الصناديق الخاصة لجميع الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة إلى الموازنة العامة للدولة تطبيقاً لمبدأ وحدة الموازنة. برضو ممكن الإصلاح الضريبي، لأن الضرائب اللي بتتحصل حالياً لا تتعدى 40% من المجتمع اللي هو بيمارس العمل الاقتصادي، ففي حوالي 60% تهرب حالياً. التهرب ده نتيجة أن في العديد من الأنشطة التي تتم داخل البلد تحت ما يسمى بير السلم، ودي لابد ان احنا نتنبه لها ونحاول ان احنا ندخلها في الـ يعني داخل منظومة الضرائب الحالية. الحاجة الثانية ان في برضو العديد من الجهات
التي لا تقوم بدفع ضرائب وحاصلة على إعفاءات ضريبية، ولذلك يجب ترشيد الإعفاءات الضريبية على سبيل المثال المدارس الخاصة والجامعات الخاصة. يعني هناك العديد من النقاط الأخرى، زي أما أنابيب البوتاجاز لابد أن يتم توفيرها بموجب بطاقات اللي هي بينصرف بيها. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية. ويمكن الأزمة الاقتصادية كنا بنعاني منها، ولكن زادت في الفترة الأخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير، وأصبح المواطن وخاصة المواطن البسيط بيعاني منها وبيلمسها تقريبا في حياته اليومية. اسمحوا لي أرحب بضيوفنا النهاردة اللي هيكلمونا أكتر عن الموضوع ده، الأستاذ الدكتور هاني حفناوي، أستاذ الإدارة في الجامعة البريطانية بمصر. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. والأستاذ مصطفى عبد الله، رئيس مجلس إدارة جريدة كلام شباب ورئيس اتحاد شباب مصر الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا. يعني في البداية عايز أقول لكم حضراتكم كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة الأعياد، وأبدأ بقى مع أستاذ هاني وأسأل حضرتك عن حضرتك. الأول عايزين بس نوضح للمشاهد الأول شكل المشهد الاقتصادي دلوقتي في مصر. تمام. احنا دلوقتي بنقول ان الشكل، يعني احنا بنتبع حاجة بنسميها الإدارة العشوائية وليست الإدارة الاستراتيجية. ودي طبعا يعني مشكلة كبيرة، فعايزين نتحول بقى للإدارة الاستراتيجية، وتبدأ ان الدكتور مرسي يحط رؤية. يعني هو تقريبا بيقود طائرة ومحتاج بوصلة قصاده عشان نعرف احنا فين رايحين فين، ونعرف بالضبط حجم الفجوة قد ايه بين المأمول اللي احنا عايزين نوصله وبين الوضع الحالي، وبعدين مؤشرات اداء عشان تبين ايه اللي شغال في الطيارة وايه اللي مش شغال في الطيارة، بحيث ان هو يبتدي يركز على الحاجات اللي هي مش شغالة. فلو عملنا المنظومة دي اللي هي المنظومة الإدارية اللي بيحصل فيها تقييم، أو ما بيبقى في رؤية بيحصل اصطفاف بنسميها، يعني بنقول إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، لازم الأول نتجه ناحية الكعبة وبعدين يبتدي الصفوف تتسوى ونبتدي كل الناس تشد في اتجاه واحد، بدل من التشرذم الحالي اللي بيحصل نتيجة لغياب الرؤية. فالرؤية لازم تبقى محددة، لازم تبقى الناس كلها مشاركة في الموضوع دوت. يعني يمكن في إندونيسيا اللي هي وصلت سبق تركيا، وصلت رقم 16 على العالم، انما حتى رؤية ل 2022 انها هتبقى في المركز السابع. حضرتك قامت توصلي المطار تلاقي الكلام ده كله في المطار، في الجرايد، في المدارس، في الجامعات، في كل وسائل الاعلام، حتى يعني رؤية واضحة قدامها وماشية عليها. بالضبط. فده اللي احنا عايزينه في مصر، عشان يبقى فيه زي ما بنقول اصطفاف، ويبقى الناس كلها مركزة في هذا الاتجاه. وبعدين لو عملنا كده بنعمل حاجة برضو اسمها المكتسبات السريعة، نقدر نوفر منها 100 مليار دولار كل سنة من إدارة مواردنا بس. فطبعا هنتكلم على التفصيلات بتاعتها بعدين، إنما يعني مبدئيا الموارد البلد كويسة جدا، وإحنا بس عايزين نديرها مظبوط. لو نديرها مظبوط الخير طبعا هيعم مع الجميع، سواء أفراد الشعب، سواء العمال طبعا بنسبة عيد العمال بتاعهم، وسواء جميع طوائف الشعب. أستاذ مصطفى بقى، يعني بما أن حضرتك رئيس اتحاد شباب مصر الاقتصادي، عايز الأول أعرف منك كده الدور اللي بيقوم بيه الاتحاد. والله إحنا ابتدينا بعد الثورة حاولنا أن إحنا نوظف الطاقات بتاعت الشباب. الطاقات كانت الشباب كان عنده استعداد يعمل أي حاجة، لدرجة من كتر الفراغ مش عارف يعمل إيه، كان بينزل الرصيفة بيجمل الشوارع الكلام ده كله. فابتدينا أن إحنا نشد في اتجاه أن إحنا إزاي أن إحنا عايزين ننمي الاقتصاد بتاعنا. في عقبات ان كان سواء المجلس العسكري او سواء الاداره بتاعت الحكومات المتتاليه، ابتدينا نعمل مشروعات ونحط الخبرات بتاعتنا ونحط الافكار الجديده ونبتدي نعمل لها دراسات ازاي نحل. احنا كلنا عايزين ننهض ببلدنا. ابتدينا نقدم الكلام ده لحكومه بعد حكومه بعد حكومه، طبعا كله بيتحط ما فيش، وكل رئيس وزراء يجي يقول لك طب ابعت لي جديد، طب انت القديم راح فين؟ مش مشكله. فابتدينا ان احنا نحاول كل مشاريعنا دي لاتجاه تاني خالص، ان احنا ننهض بالقطاع الخاص. بالتعاون مع القطاع الخاص، يعني بالتعاون مع القطاع الخاص بالظبط. ان احنا هنبتدي ان احنا بنكلم رجال اعمال كتير، وفي ناس ابدت الترحيب جدا جدا، ان احنا نبتدي نعمل كيانات اقتصاديه، يعني نجمع قدرات رجال الاعمال في كيانات اقتصاديه كبيره. تمام. اول حاجه بساهم في حل مشكله البطاله، تاني حاجه بزود الانتاجيه بتاعت البلد،
سواء بقى الحكومه في مشكله عندها في الرؤيه او الكلام ده كله، فاحنا بنحط الرؤيه بتاعتنا احنا، ان الناجح لديه حلول والفاشل لديه تبريرات. تمام. فاحنا بنتعامل مع الوضع الحالي، بنحاول ان احنا نطلع حاجه يعني ما فيش من زيرو امكانيات. دلوقتي الناس بدات تسمعنا، ابتدت يشوفوا المشاريع اللي احنا عاملينها، عاملين مشاريع في التعليم، عاملين حاجات للاسكان، عاملين حاجات في الزراعه، عندنا خبرات كتير الحمد لله في كل القطاعات يعني. في كل القطاعات. فقدمنا الكلام ده في 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 خطه اسمها خطه انقاذ مصر. تمام. بس طبعا برضو الحكومه يعني كان عندنا امل بعد الانتخابات والكلام ده كله في حكومه دكتور هشام قنديل، بس للاسف برضو ما فيش حد بيسمع. فاحنا ماشيين في اتجاهنا كقطاع خاص مع رجال اعمال. انتوا ماشيين في خطه انتوا، سواء بقى الاحداث اللي في البلد ايه بالظبط، ان احنا في خلال الخمس سنين الجايه ان شاء الله احنا عاملين خطه بتاعتنا، وخلال الخمس سنين الجايه المفروض ان احنا بنتارجت او الرؤيه بتاعتنا ان احنا نبتدي هنوصل لحجم استثمارات، مش هنقول بقى سنوي لا يعني هنقول شهري، حوالي 100 مليون كل شهر. 100 مليون كل استثمارات. شهر استثمارات. بنظام ان احنا عاملين حاجه ان احنا بنخلي العماله ليها شراكه، ليها اسهم في مع رجال الاعمال، يعني رجل اعمال بيحط الفلوس، بيبتدي العماله نفسها بتبقى ليها 50% من الاسهم بتاعت الشركه. ال 50% دي بتبقى الارباح بتتوزع، زائد في 50% تانيين بيروحوا بيبتدي نفتح بيهم شركات جديده. يعني الجزئيه بتاعت اللي بتتوزع على الناس اللي هي اللي شغاله في الشركه او في الشركات دي او في الكيانات دي بتاخد نص الارباح بتاعتها غير مرتباتها وغير اجورها وغير الكلام ده كله. والنص التاني بنبتدي ان احنا نفتح حاجات جديده، نبتدي ان احنا نشتغل بحيث ان انت تعمل كونتينيوس، ان انت بقيت النهارده بتاخد 50% من المشروع ده و50% من المشروع ده 50% من المشروع ده، حطهم على بعض تفتح مشروع جديد. انتوا فعلا بادئين في ده بالزبط. يعني انتوا فعلا ابتديتوا في ده. الحمد لله. يعني الاول ما كانش فيه تجاوب قوي من رجال الاعمال، وخصوصا بعد الانتخابات وكده كان في رجال اعمال كتير متخوفين ان الوضع هيبقى ماشي ازاي، هنعمل ايه، لا نخاف ان احنا نحط فلوسنا، لا طب الشباب دي ده شباب صغير كله، طب ندرس المشاريع، طب. فابتدينا كذا مره ونقعد وعادات، الحمد لله يعني طالعين بنتائج كويسه، وان شاء الله يعني هتشوفوا نتائج في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ هاني، ارجع لحضرتك مره تانية بقى وقبل ما اتكلم مع حضرتك عن الحلول وازاي نقدر نطلع من الازمه دي، عايز اتكلم مع حضرتك برضو عن الاحداث اللي بتحصل في مصر. ما زال في برضو الى حد ما عدم استقرار، وخاصه كمان على المستوى السياسي. فلو كلمت حضرتك برضو عن دلوقتي بنشوف كم المظاهرات وكم المطالب الفئويه اللي بنشوفها، ويعني بغض النظر بقى عن مشروعياتها وعدم مشروعياتها وان احنا معاها او ضدها، عايز اتكلم برضو مع حضرتك عن تأثيرها بشكل بقى عملي، تأثير ده على الاقتصاد بشكل كبير. عايز اسمع من حضرتك. هو طبعا يعني حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا بنوفر بيها ال100 مليار، يمكن اول حاجه هي الانتاجيه بتاعت الانتاجيه عندنا ضعيفه جدا. يعني يمكن لو قارنا الدخل القومي الاجمالي لمصر باسرائيل هنلاقيهم هما الاثنين متوازيين. الفرق ان هما عشر عدد السكان، وبالتالي انتاجيه الفرد الواحد فيهم 10 مرات قد انتاجيه الفرد في مصر. فطبعا الانتاجيه اللي هو الفرق الرهيب ده ناتج لايه؟ لان هم بيستخدموا ادوات العصر وبيقدروا يديروا مواردهم بطريقه سليمه. لو احنا عملنا نفس الحكايه هنوصل لنفس الموضوع. احنا عندنا المصانع الموجوده يمكن حوالي تقريبا في مصر فوق ال 40,000 مصنع، بتتوقف لاسباب كثيره جدا. تتوقف نتيجه للاعطال، ونتيجه في حاجه اسمها وقت الاعداد حسب نوعيه الصناعه. في حاجه بنسميها وقت اخطاء الجوده. وبعدين طبعا حضرتك قلت عليه موضوع الاضرابات دي، كل مره بيحصل اضراب طبعا المصنع بيتوقف عن الانتاج. وموضوع الكهرباء، وده برضه موضوع مهم، برضه نفس الكلام، المصانع بتتوقف عن الانتاج. ففي النهايه بستخدم حوالي 20% او 30% من امكانيات المصانع الموجوده. فممكن بمنتهى السهوله، بس مجرد ان انا ادير، عندنا مبدا في الاداره بيقول ان انا عشان ادير حاجه لازم اقيسها الاول، واذا ما عرفتش اقيسها مش هعرف اديرها. يعني اذا ما قدرتش اقيس مش هعرف ادير. فالمبدا ده لو طبقناه، ان انا مجرد ان انا بقيس الانتاجيه وبقيس فترات التوقف، بحاول اقللها، بحاول ان انا استخدم وقت الاعداد ده ان انا اعمل الصيانه، احاول ان انا دايما في المفاوضات مع العمال لازم يبقى في مبدا اللي هو معروف اللي هو وين وين، يعني لازم الناحيتين يكسبوا. ما ينفعش مبدا يعني ناحيه تكسب على ناحيه ثانيه. فلو وين وين زي ما قلنا لما كنا بنعمل الحاجات دي في مصر وطبقناها في مصانع كثيره جدا في مصر، لقينا ان احنا يعني الانتاج بيزيد بزياده رهيبه.
اكتر من 100% وممكن ثلاث مرات. الانتاج الصناعي نفسه في مصر حوالي 120 مليار جنيه، لو بقى ثلاث مرات يعني، وده يعني هو ده النسبة العالمية المعروفة، مكاسب رهيبة، يبقى بنتكلم على 360 مليار، يعني زيادة 240 مليار. يعني مع التدهور طبعا في سعر الجنيه المصري بالنسبة للدولار، انه برضو ده يمثل بند واحد يمثل 35 مليار دولار زيادة بس من هذا البند، زيادة الانتاج. لما بزود الانتاج كده كمان سعر الوحدة نفسها بتبقى منافس. الوحدة دي بقى كانت طن حديد، طن اسمنت، شرابات، قمصان، بنطلونات، ايا كانت، أي يعني كانت الوحدة دي سعرها هيبقى منافس، واقدر انافس على مستوى العالم بالمنظر ده. حاجة تانية سريعة كده من برضو اللي بتؤدي للمكسب اللي هو الجامد اللي احنا بنتكلم عليه 100 مليار دولار، الفترة اللي بتعودها البضائع اللي بتيجي مصر في المواني. المواني من اول المركب توصل لحد ما البضاعة بتخرج من الجمارك بتقعد حوالي تقريبا اربع اسابيع، يعني شهر، يعني واحد على 12 من السنة. فاحنا بنستورد حوالي 48 مليار دولار كل سنة، فاللي بيقعد على المواني حوالي 4 مليار دولار طول الوقت مجمدين ما بنعملش بيهم حاجة. ونتيجة ان احنا بنعمل كده يعني، فالمصانع اللي جوه البلد ل 40 الف مصنع بتعمل مخزون حوالي 3 شهور. يمكن يعني معانا دلوقتي على الشاشة دولار. تمام. دي مقالة طبعا كان حطها الاستاذ سعد هجرس في في احد الجرايد في الصفحه الاولانيه منها، وطبعا يعني كان من ايام الدكتور الجنزوري، وفيها برضو مقاله تانية كانت عن سعاد سليمان كان حطتها اسمها فاكس المشير، لان كنت بعت الكلام ده ايام المجلس العسكري، ورد عليا راجل من مكتب يعني سياده المشير قال لي ما عنديش ورق في الفاكس. فيعني انا بقول له انا عندي ورقه واحده فيها توفير 100 مليار دولار لمصر، وهو بيقول لي ما عنديش ورقه في الفاكس. يعني ما زالت الخطه دي يعني لم يتم تنفيذها على الارض، لان ما فيش حتى بدايه ليها. جميع الناس اللي موجودين، سواء الدكتور محمد مرسي رئيس الوزراء، الوزراء المعنيين، ولحد دلوقتي طبعا وبنعمل محاضرات، وعندي صفحه اسمها نشر الاداره الاستراتيجيه في مصر، العالم كله بيشتغل بيها بقاله 30 سنه، مش حاجه طيب. جديده. انا يعني هرجع تاني مع حضرتك ونتكلم على الاداره الاستراتيجيه وازاي فعلا يكون عندنا اداره حقيقيه هنا في مصر، ولكن هيطلع نشوف التقرير الخارجي ده من الجامعة تاني. حضرتك احنا يعني احنا ما يعادل 90 مليون مواطن مصري. بيقال دلوقتي ان نسبه البطاله ما تعم حوالي ما يعادل 40-45% بطاله في مصر. بس حضرتك معلش، ما انا اللي انا شايفه ان الموضوع مش جاي من ناحيه البطاله كبطاله، يعني في شركات وفي مؤسسات وفي رجال اعمال عندهم مصانع، بس في ناس مش عايزه تشتغل، مع احترامي طبعا. يعني حضرتك الفلاح صاب ارضه راح يشتغل في المدينه، اللي هم الحرفيين سابوا مهنتهم وراحوا اشتغلوا حاجه ثانيه خالص، فدي بطاله منهم هم شخصيا، مش من البلد. يعني البلد في مصانع مؤسسات حكوميه وفي رجال اعمال بينشئوا مصانع وشركات للمواطن، بس هو المواطن مش عايز يشتغل. هذا انا شايفه، ان هو دلوقتي المفروض ان البلد ما فيهاش استقرار، وان جميع الوزارات وجميع الهيئات دلوقتي مبصل للمنازعات وبصل الحرب على الدستور وحرب على مجلس الشعب والمشاكل اللي هي داخلية. يعني بقينا دلوقتي محصورين في إطار ان المجموعة اللي هي الرئاسية ومجموعة الوزارة ومجموعة ان الوزراء اللي بيتعينوا جديد ان هم المفروض يحلوا مشاكل الشباب ويشوفوا البطالة ويشوفوا العجز اللي موجود في البلد. لا، كل دوت بقى محصور في شيء، والوزارة بقت في شيء تاني، والبلد بقت منقسمة الى اتنين، فعمره طبعا البطالة ما تتحل. مش عارفين مواطنين دلوقتي فرص العمل بالنسبة لهم هتبقى متاحة امتى، وهل دلوقتي احنا دلوقتي هنشوف مشاريع هتتعمل بالنسبة للصحراء؟ عايزين نشوف بعنينا مثلا معدات نازلة في الصحراء، عايزين نشوف مشاريع جديدة، عايزين نشوف مشروع النهضة الرئيس محمد مرسي يتكلم عليه. احنا مش شايفين حاجة خالص دلوقتي. احنا من ساعة ما الثورة اتعملت لحد دلوقتي كل اللي احنا شايفينه شايفين سلبيات مش شايفين ايجابيات. مشاهدينا رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين حديثنا عن الازمه الاقتصاديه في مصر، وارجع بقى لحضرتك يا استاذ مصطفى، وزي ما شفنا في التقرير دلوقتي كم الناس برضو اللي كانت بتقول ان حتى الوظايف اللي ممكن بيعملوا فيها مردودها او الدخل اللي بيعود عليهم بيكون ضعيف جدا، وده بيخلي ناس كثيره ممكن تكون في وظايف موجوده ولكن ما بيخليش في اقبال من العامل عليها. هقول لحضرتك على حاجه، لازم الدوله تتدخل
لحل المشكله دي ازاي؟ ان انا النهارده احنا عندنا نسبه بطاله عاليه جدا، فشيء طبيعي ان اي حد في القطاع الخاص، اي صاحب مصنع عندي عماله متوفره بكثره، هحط اجر عالي ليه؟ صح، ما دام العامل فلازم احط اجر قليل لان الناس محتاجه، واذا كنتش انت قعدت معايا يومين مش عاجبني بتمشي بيجي 1000 غيرك، تمام؟ فانا النهارده الدوله مش موفره وظائف، تمام؟ لو انا النهارده في وظائف، لو انا النهارده فتحت مثلا زي مشاريع الشباب مثلا بتاعه الزراعه، لو فتحت الاراضي استصلاح الكلام ده كله، خليت فيه سبل كتير للشغل، هتبص لاقي العماله قلت، تمام؟ العماله اللي موجوده سواء في القاهره اللي هي بتتركز فيها حوالي 40 او 50% من تعداد السكان، ودي من ضمن المشاكل على فكره اللي احنا بنواجهها، ان كل الوظائف وكل الاماكن المتاحه ان العامل يعمل فيها او الناس تشتغل فيها متوفره في القاهره فقط. طرق. انا النهارده لو عملت صناعه او زراعه في اي مكان بتقابلني مشاكل في النقل، فانا احسن مكان ان انا اعمل فيه صناعه او اعمل فيه حاجه زراعه يبقى لازم يكون قريب للقاهره او قريب لشبكات النقل، في شبكات نقل كويسه اعرف ان انا اصدر منها، او اعرف ان انا سوق قريب مني اقدر اطرح فيه المنتج بتاعي، تمام؟ فما ينفعش ان انا اروح افتح مثلا مصنع في الاقصر واجي ابيع الانتاج بتاعه في القاهره، تكلفه النقل المصنع اللي فاتح في القاهره هيبقى ارخص مني. فبالتالي هي مشكلتنا مشكله، يعني في عده مشاكل من ضمنها النقل، من ضمنها ان الدوله نفسها لازم يبقى عندها رؤيه، انا عايز اعمل ايه زي ما دكتور هاني قال، لازم انا عايز اعرف انا رايح فين، عداد الوقود قدامي مبين لي انا قدامي قد ايه، معايا بنزين قد ايه، هقدر ماشي قد ايه، زي اعرف دلوقتي الدخل اللي داخل لي امتى، ضغط الهواء عندي قد ايه، اعرف القصص دي كلها عشان اعرف امشي هروح ازاي. انما طول ما انا ماشي ما قداميش مؤشرات زي ما دكتور هاني قال خلاص انا. طب ينفع برضو يا استاذ مصطفى في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها في برضو بعض المطالب اللي بتطالب بزياده الاجور، هل ينفع ان احنا نطالب بالمطالب دي في ظل برضو ما فيش زياده في الانتاج؟ يعني ما فيش مقابل للمطالبه اللي احنا بنطالب بها في زياده في الاجور وما فيش انتاج؟ بص يا فندم هقول لحضرتك لحاجه برضو، هنرجع لمرجوعنا لنفس الكلمه، الناجح لديه حلول والفاشل لديه تبريرات، تمام؟ انا النهارده هقول الناس عامله مطالب فوقيه، الناس موقفه الشارع، الناس موقفه الشارع ليه؟ الثوره لما قامت قالت عيش حريه عداله اجتماعيه، جميل؟ يعني لو بصيت لها كده عيش اقتصاد، عداله اجتماعيه اقتصاد، حريه سياسه، جميل؟ فانت تلتين المطالب بتاعت الـ 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 اكيد بتاعت الثوره، الاقتصاد دي حياه الناس اليوميه يعني. برضو يعني اقتبس كلمه كده من واحد من اساتذتنا، قال لك ان انت عندي الاقتصاد هو المرض، السياسه هي العرض، يعني زي السخونيه والبرد، انا عندي سخونيه، انت سخن، مش السخونيه دي مالهاش علاج، انا عندي اعالج البرد فالسخونيه تروح، او عالج المرض اللي عندي يعني مزبوط. لازم تعالج المرض الاول، لازم اعالج الاقتصاد بتاعي. عندنا موارد كتير جدا وحل المشكله سهل فوق ما تتخيلي وفوق ما اي حد يتخيل، ان انا عندي علم، ناس مجرباه وبقالهم 30 سنه شغالين، وعندنا الخبرات كمان هنا، وعندي الخبره المصريه، انا مش هروح اجيب خبير من بره او هروح اجيب شركه اداره من بره، لا ده انا عندي خبره مصريه 30 سنة في هذا المجال موجودة، وكمان مش لسه هقول لها اعمل لي خطة، لا ده عملت لي الخطة كاملة. طب ما انا ابتدي اشتغل، استغل الموارد بتاعتي، انا ايه اللي واقف عليه؟ ما هو ده اللي احنا بقى فعلا عايزينه. فما نلومش حد ان هو بيطلب زيادة اجور، لان البلد فيها والبلد ليها موارد، لو انت استغلتها صح الناس هيبقى عندها اجور وهتلغي الدعم، والناس هيبقى معاها فلوس ان هي تشتري لتر السولار ب 4 جنيه، ويعني مستوى الجنيه نفسه هيرتفع قدام الدولار. صح. طيب استاذ هاني بقى، كنا قبل ما نطلع بالفاصل كنا وقفنا عند نقطه ان وجود اداره بقى استراتيجيه نمشي عليها ايا كان النظام اللي هيجي او يروح، احنا عندنا اداره ماشيين عليها وسيستم ماشيين عليه، فلو حضرتك برضو تكلمني عن النقطه دي اكتر. تمام. الاداره الاستراتيجيه يعني طلعت في العالم كله يمكن من 1980، فبقى لها دلوقتي يعني 33 سنه وتطورت وبقت يعني في طريقه جديده اسمها بطاقه الاداء المتوازنه، اسمها البان سكور كارد بالانجليزي، وطلعها دكتورين في هارفارد، ومن ساعه ما طلعوها يمكن حوالي 70% من الشركات العالميه بتستخدمها الا مصر، وده بمنتهى البساطه بتعتمد على اساس ان الحاجات الماليه دي حاجه مهمه جدا، بس لازم بنسميها مؤشرات متاخره لانها بتحصل في نهايه الفتره الزمنيه وبالتالي ما اقدرش ادير من خلالها، فلازم ابص للمؤشرات المتقدمه اللي هي بنسميها الليدنج انديكيتورز، هي دي اللي تبين ايه اللي بيحصل سواء بقى من ناحيه الشعب وسواء من ناحيه العمليات الداخليه وسواء من ناحيه التعلم اللي هو عمليه بقى التعليم والابتكار وكذا. فانا عملت خريطه استراتيجيه كامله لمصر من الاربع مناظير دول، وبرضه نطبق المبدا اللي احنا قلنا عليه ان الحاجه اللي احنا عايزين نديرها لازم نقيسها، فكل واحده فيهم بنحط مؤشرات اداء، وبالتالي كل الوزراء وكل المسؤولين بما فيهم الرئيس ورئيس الوزراء يعني جميع المحافظين وجميع مديرين الامن بيبقى كل واحد فيهم ليه مؤشرات اداء،
عشان يبين هل هو بيأدي عمله مظبوط ولا لا. لو بيطلع في الآخر حاجة بنسميها زي إشارات المرور، أخضر أو أصفر أو أحمر. أخضر يبقى الرجل ده ماشي كويس قوي، أصفر يبقى نص نص، أحمر يبقى يجب تغيير، مفيش نتيجة خالص بالضبط. فبالتالي يبقى التركيز حتى نفسه يبقى سهل جدا، نركز على الحاجات المهمة اللي هي ما فيهاش أو فيها مشاكل اللي هي الأحمر، وبعد كده الحاجات الأصفر، وبالتالي نقدر نعمل طفرة في موضوع الأداء في وقت قصير جدا. يعني دي بنسميها المنظومة الإدارية. المنظومة الإدارية دي متكاملة جدا، وبعد وإحنا بنعملها برضو زي ما بنقول بنعمل مكتسبات السريعة اللي هي بتوفر 100 مليار. يعني إحنا كنا اتكلمنا شوية سريعا كده على حكاية المواني. لو مثلا أنا رحت الهند من حوالي 12 سنة لقيتهم الوقت اللي هم بقى بيقضوه في المواني يوم واحد بس، يطلع الحاجات كلها أفرجت عنها اللي هي بتقعد عندنا شهر. لما رحنا سنغافورة هونج كونج لقيناها قالوا لنا لا أيام إيه، إحنا بنقيسها بالساعات، دي 8 ساعات و6 ساعات وزعلانين. فإحنا يعني طبعا فإحنا مش مدركين حتى ايه اللي احنا بنعمله، قيمه الوقت عندنا، قيمه الوقت عندنا. يعني الوقت ده من اهم الموارد. يعني الجماعه اليابانيين بيسموه ال 5M+T. 5M يعني خمس حاجات تبتدي بالام، اللي هي الماني والمان وماشيني وماتيريالز وماناجيريال ميثودز، اللي هي الطرق الاداريه والفلوس والعماله والالات والمواد الخام والوقت. الوقت ده حاجه من الموارد اللي ربنا اداها لنا. المشروع عندنا بيخلص في 10 سنين يخلص. يعني انا بنبني احد الابراج وبنتكلم على الكلام ده، عندنا كله ضايع في الطريق للاسف. نشر اداره استراتيجيه في مصر. البرج ده طوله 286 متر اعلى من برج القاهره ب 150 متر خلصناه في 11 شهر في دبي. 11 شهر لو هنا في مصر هياخد على الاقل 11 سنه. فعشان يعني لو انا بنمو مثلا بنسبه 5% وبعدين بخلص الحاجه بخمس الوقت حتى، يبقى ممكن اوصل لنمو 25%. يعني عشان كده لما ببص على مثلا طريق مصر اسكندريه الصحراوي بقاله 7 سنين، ده في اي حته في العالم يخلص في 6 شهور. انما لو بقاله 7 سنين بهذا المنظر، يبقى كل المشاريع بتاعتي لازم افهم مهما بعمل من استثمارات العائد بتاعها بدل ما يبقى 25% و30% نتيجه لان انا ما بعملش متابعه لهذه المشاريع، ما عنديش وقت معين انا حاطط فيه وبديرها مظبوط. واهم حاجه المتابعه. يعني احنا بنشتغل في البرج ده كان الشيخ محمد براشد بنفسه يجي يقول لنا هتخلصوا في 12 شهر زي ما اتفقنا، نقول له لا قبل كده، وفعلا عملنا قبل كده. فلو ما كانش في متابعه طيب دوريه للموضوع دوت، انا اسف ثاني، ولكن احنا هنروح نرفع اذان العصر ونرجع مره ثانيه نكمل حدث. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هيا على الصلاة. هيا للفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود حسن ومتجمع في مهرجان مشهود. من صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود حسن ومتجمع في مهرجان مشهود. لون وعطر وندى ربنا المعبود كانت براي كانت براي وصحى جمال مرة تانية. ولسه مكملين معاكم في بيت الهنا، برحب بحضراتكم مرة تانية معانا. وكنا استاذ هاني واقفين على قبل ما نطلع بالاذان كنا بنتكلم على الاداره الاستراتيجيه، وحضرتك كلمتني عن عامل الوقت واللي هو احنا مفتقدينه هنا كمان عندنا. تمام، يعني هو طبعا عامل الوقت ده من الموارد المهمه جدا، وفي نفس الوقت طبعا عامل المخزون اللي احنا اتكلمنا عليه للشركات اللي هي عباره عن يعني اموال مجمده ما بنستخدمهاش. كل الشركات في مصر بتبقى عندها تقريبا من 3 شهور ل6 شهور مخزون، بينما الشركات على مستوى العالم كلها، احنا رحنا يعني الهند ورحنا اليابان ورحنا الصين وحاجات زي كده، اللي بيبقى عنده 6 ايام حتى مخزون بيحاول يقللها ل5. برضو يعني فطبعا إدارة المخزون ده عبارة عن أموال مجمدة، يعني فإدارة المخزون ده طبعا علم تاني، وبرضو ما نقدرش نديرها غير لما نقيسها. فنفس الحكاية بتبقى يعني جزء من المنظومة بتاعت الإدارة الاستراتيجية إن احنا نبتدي نقيس وندير ونحسن. حاجة برضو من الحاجات المهمة عملية الدعم اللي احنا بنشكي منه طول النهار في السولر وغيره. السولر تقريبا بيمثل نص الدعم اللي هو الوقود اللي هو حوالي 100 مليار جنيه تقريبا، نصه يعني 50 مليار او اكتر شويه دلوقتي. اغلب هذا الدعم بكل اسف بيتباع للمراكب اللي بتعدي في قناه السويس. في عندنا 60 مركب، 30 من الشمال و30 من الجنوب، بيتباع عن طريق لانشات الخدمات. كل لانش بياخد برميل السولار بيبقى حوالي 200 لتر تقريبا، بيبيعه بيكسب فيه حوالي 1000 جنيه. فلما ياخد 10 براميل يعني هيجيب 10,000 جنيه، فطبعا يبطل صيد الجمبري خالص ويبطل شغل الصيد في اي حاجه، لان دي طبعا اوفر له انه بيكسب 600% او 700% دلوقتي حسب سعر الدولار. فمن كام يوم مسكوا مركب صيد، بيقول لك مركب صيد صغيره عليها 106 برميل، يعني مش مثلا واحد ولا 10، صغيره كبيره كمان. ف 106 يعني معناها ان هو طبعا هيكسب في اليوم ده 106,000 جنيه من الدعم بتاعنا بتروح للمراكب اللي بتعدي في قناة السويس. وهكذا دايما مع الدعم، يعني وصل ان هو لقوا مثلا أشولة بتاعت دقيق وسكر موجودة في كينيا اللي هي على بعد 3000 كيلو. فاحنا الدعم ده عامل زي يعني كأن عندنا احنا زكيبة بس مخرومة عمالة تنزل بقى على كل الناس اللي حوالينا، الا طبعا الشعب المصري اللي هو في امس الحاجة اليها. طيب، وبدل ما اتكلم بقى على السكوك ان انا املى الزكيبة ازاي، ما السكوك دي عبارة عن اداة من ادوات التمويل او اقتراض او كذا او كذا، اسد السكوب الاول، يعني اسد السكوب اللي هي طبعا فيها فساد وفيها عالج داخليا الاول. بالضبط، يعني العلاج اللي هو انعدام الادارة والفساد اللي موجود. يعني احنا شفنا السكة الحديد واللي بيحصل فيها من عملية الصيانة وعملية بيع القطع الغيار وبعدين يرجع تاني يشتروها، لدرجة الحريقة اللي حصلت زمان أيام ما كان الدكتور محمد مرسي في مجلس الشعب وكان الوزير كان إبراهيم الدميري اتشال على أساسها. المحكمة قالت نفس الكلام ده، قال اللي المفروض يتحاكم
مش الناس اللي هم تقدموا المحكمة المسؤولين عنهم اللي هم لا يديروا قطع الغيار دي اللي هي عبارة عن أموال مجمدة. وكلام ده موجود بقى في بقية الحاجات كلها في مصانع المية والصرف الصحي وغيرها وغيرها وغيرها. يبقى أقضي على الفساد الأول عن طريق الإدارة وعن طريق القياس وعن طريق استخدام التكنولوجيا، وبعدين أبتدي أفكر إن أنا أبتدي أشوف المشاريع الجديدة. إنما لو حدير حتى مشاريع جديدة بنفس الكفاءة بتاعت الإدارة للمشاريع الحالية هتبقى مشكلة، لأن أنا الكفاءة لما جينا نقيسها بنظام يعني دكتور أحمد مطر اللي هو من الحرية العدالة قال إن مصر فيها أصول تتعدى 9 تريليون دولار. لو أنا بدرها بنسبة 10% حتى يبقى كنت أجيب 900 مليار دولار في السنة وكنت بقينا أغنى من السعودية وكده. لو أنا قدرتي سيئة جدا كنت جبت 1% يبقى 90 مليار. لا أنا بجيب نص، أقل من نص هذا المبلغ، يعني إدارتي عبارة عن 0.5%. فحضرتك تخيلي لما بتحط فلوسك في بنك وبديك عليها أقل من 0.5%، هل الشعب المصري سعيد بكفاءة هذه الإدارة؟ أكيد لا. وطبعا المشكلة إن لما نتكلم مع الناس المسؤولين يعني يقولك لا أنا أحسن ناس في العالم، فطول ما هو المريض بينفي ان هو مريض ما نقدرش نتكلم معاه على العلاج ولا على الدواء ولا على اي حاجه. عشان كده البدايه ان هو لازم يعترف يعني احنا فعلا محتاجين اداره يمشي عليها الكل بالزبط. طيب استاذ مصطفى بقى عشان كمان احنا خلاص وقت فقرتنا بينتهي، عايز اسمع برضو من حضراتكم كده من بدايه استاذ مصطفى، عايز اسمع حضرتك الحلول، يعني الحلول والله احنا نبتدي منين؟ ماشيين في سكتين، ماشيين طبعا دكتور هاني احنا بندعمه احنا والشباب وبنحاول ننشر التخطيط والاداره الاستراتيجيه وبنحاول ان احنا نقول نفهم الناس، اصلا الناس ما عندهاش فكره ايه الموضوع. يعني حتى انا بتعامل يعني بروح اقعد مع دكاتره في كليات في اقتصاد وعلوم سياسيه ما عندهمش فكره عن ايه اسمها حاجه اسمها بالانس سكور كارد، يعني ما دكاتره اداره ما عرفوش يعني ايه بالانس سكور كارد اصلا. تمام. فالموضوع عندنا ان التعليم بقى سيء، يعني التعليم عندنا حتى اللي بياخد دكتوراه من هنا بيروح يناقش رساله الدكتوراه الدكتور اللي بيناقشه معاه بيناقشه فيما قبل 1980. تمام. فبياخد كل حاجه اساسنا نجاح كل شيء، فبياخد الدكتوراه بتاعته في نظام الاداره العشوائيه. طبعا الا من رحم ربي بقى اللي هو بيطلع بره او بيخش جامعات اجنبيه او الكلام ده كله. تمام. فطبعا دي اول حاجه لازم نسبورت. تمام. تاني حاجه موضوع ان احنا شغالين على القطاع الخاص وان احنا نبتدي نطبق منظومه الاداره الاستراتيجيه في القطاع الخاص. طيب يعني ان شاء الله نكمل برضو معاكم في الموضوع ده بس في حلقات تانية ان شاء الله. يعني في النهايه انا بشكر استاذ الدكتور هاني حفناوي استاذ الاداره في الجامعه البريطانيه بجامعه مصر، اهلا شكرا لحضرتك. وفي كمان استاذ مصطفى عبد الله رئيس مجلس اداره جريده كلام شباب ورئيس اتحاد شباب مصر الاقتصادي، بشكر حضرتك جزيلا وان شاء الله يكون لنا لقاءات مع حضراتكم مره ثانيه. مشاهدينا هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقى. Let's go.
العافية وما بلبسها بلبس العافية لونها عرفني لسه ما صافية وما بلبسها بلبس العافية وادخل المصنع بيها واتأمع هي عنواني وسط إخواني كل من شافها ليقى وجهي بالشرف يعرف مركزي واسمي مهلك الزهرة مهلك الزهرة ليقى وجهي بجمال لونا مركزي واسمي مهلك الزهرة. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية وأكيد كل واحدة فينا بتحاول تضفي لمسة جمال ولو بسيطة قوي على لبسها، وأعتقد أن من الحاجات دي ممكن تكون الأكسسوارز اللي أصبحت جزء كبير جدا من اهتماماتنا كلنا. اسمحوا لي بقى معانا النهاردة الدكتورة إنجي تيمور خبيرة الأكسسوارز، أهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خليني كده أسألك بقى في البداية، يعني خلاص احنا دخلنا على الربيع والصيف، وعايزة بقى أسألك على أحدث موضة وأحدث ألوان بالنسبة لصيف وربيع 2013. هو عامة كل سنة وأنتم طيبين. طبعا السنة دي أكتر حاجة يعني ظاهرة جدا معنا في الصيف الألوان اللي هي اللي بيقولوا عليها النيون أو الألوان المضيئة، الأصفر والفوشيا والأورنج، يعني معنا هنا زي الحاجات دي. بنتكلم عن الأخضر والأورنج والألوان الفوسفوريك زي ما بيقولوا، والأصفر والأزرقات اللي هي الإلكتريك بلو اللي هو الأزرق الصارخ أو الأزرق الفائع زي ما بيقولوا. الحاجات دي منطلقة قوي وإن كومبينيشن أو مع الذهبي. الذهبي طاغي برضو، مع انه دايما في الصيف بيبقى اللون الفضي اهدى شويه او بياخد من جو الصيف والميه والبحر وكده، بس السنه دي الذهبي برضو منطلق. الذهبي اكتر مع الالوان دي. الذهبي مع الالوان دي. هي كده الالوان دي في الشتاء مكمله معانا. هي الحقيقه من الصيف اللي فات وستيل نازله بقوتها الصيف ده، يعني لسه موجوده يعني كلها. طيب دي بالنسبه للالوان بقى، بالنسبه للاشكال بقى عايزه اعرف. أوكي. بالنسبه للاشكال، الاشكال دلوقتي معظمها اللي هي الاشكال الجريئه شويه او المتمرده. عندنا برضو الجماجم. شكل لسه يعني هي فرضت نفسها الحقيقه يعني باشكالها وبيلبسها، حتى البنات اللي هم التين ايجرز من اول التين ايجرز كده بيحبوها بيحبوها. هي فيها نوع من التمرد شويه عندنا يعني، مش بس في الاكسسوارز، انا شايفه ان هي في اللبس وفي الشنط واخده برده جانب كبير قوي. هي يعني واخده خط عالي قوي في الفاشن السنه دي. نازل كمان معانا شكل برده من الاشكال الجريئه شويه، شكل الشنب او المستاش. نازل برده على الشنط وعلى على الاكسسوارز والشوزات، ونازل كلها حاجات افكار جديده يعني. كلها حاجات زي اللي بيقولوا يعني تقاليع، كلها حاجات غريبة، كلها حاجات غريبة. والحقيقة هي الفكرة انه كمان لما نزلت لقت اللي دعمها، يعني الناس كلها بتحبها بصراحة وبتلبسها على مختلف الأعمار، يعني معظم الناس بتدور عليها او بتدور تدخلها في اللبس بشكل ما. طب انت شايفه ان ليه في اقبال على الاكسسوارز بشكل كبير كده اكتر مثلا ما بلاقي في اقبال دلوقتي على الذهب والفضه؟ هو طبعا يعني اعتقد ان الاكسسوارز طبعا عشان ثمنها ارخص بكتير يعني من الذهب والفضه والحاجات اللي هي البريشيس يعني. بالاضافه الى ان ده يعني بيسمح لك ان انت تغيري او تلبسي كذا قطعه بتخلي اللبس مختلف تماما، يعني نفس اللبس لما بتلبسي عليه حاجه او اتنين بتخليكي كل مره تظهري بشكل مختلف تماما. كمان الالوان دي يعني او الالوان اللي هي الصيفي دي ما بتبقاش منتشره قوي في الجولرز التانية، ما بتبقاش منتشره في الذهب والفضه بنفس القوه دي، فدي طبعا بتفتح لك مجال من الالوان اعلى بكتير. شايفه تدي فرصه انك تنوعي وتجددي في الشكل يعني. بالظبط، خاصه كمان ان الصيف بقى البحر والنادي والمصايف والهواء وكده بيخليكي عايزه تلبسي حاجه تكون خفيفه وعمليه يعني. كمان بالظبط كده. طيب شايفه برضو بالنسبه للالوان، انت قلت لي الوان الفسفوريك بشكل عام. بالظبط. طيب اكيد برضو بيفضل احنا نلبس الوان الصبح عن الوان مختلفه عن بالليل. طبعا. فلو لو كلمتيني برضو على شويه، لو نبدا بالالوان الصبح، الوان الصبح اللي هي الالوان الصريحه زي ما بيقولوا، الالوان اللي هي الواضحه، الاصفر، الفوشيا، التركواز، الحاجات دي بتبقى محتاجه الاول صبح شويه وبتظهر احلى طبعا مع الشمس.
زي ما قلت لحضرتك الالوان النيون او الفوسفوري هي اللي بتبقى منتشره قوي، بتبقى حلوه في الصبح وبتبقى حلوه مثلا في الشغل في الجامعه في النادي حاجات زي كده. بالنسبه بقى يعني للاوتنجز بالليل بتبداي بقى تميلي اكتر للحاجات اللي هي بريشيس شويه زي مثلا الاحجار العقيق بالوانه. اوكي عندك الالوان لمعه شويه عندك بقى ايه يعني بصي مثلا في الفوشيا الغامق البني